لكن السادات كان يتعامل بمنطق سياسي ولا يتعامل مع الموقف من وجهة نظر عسكرية كالتي يتعامل بها الشاذلي، ورأى أن تخفيف الضغط على الجبهة السورية أمر ضروري. ولو جئنا للحق فإن الفريق سعد الدين الشاذلي أخبر القيادة السورية بشكل واضح قبل اندلاع الحرب أنه لابد أن يدافع كل فريق عن جبهته وحده بسبب عدم قدرة الفريق الآخر على دعمه. لم يأخذ السادات برأي الشاذلي وأصر على تطوير الهجوم، واتفق معه في ذلك المشير أحمد إسماعيل قائد القوات المسلحة والمشير الجمصي رئيس هيئة العمليات، وبدأ تطوير الهجوم. وهنا سقطت قطعة الطين على تورتة النصر لتفسدها وتعكر مزاج المحتفلين. وقطعة الطين التي نقصدها هي المعروفة إعلاميا باسم الثغرة.